السلام عليكم، اهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات يا شباب عن الجلايكوجينيزيس، تصنيع الجلايكوجين، وفي الفيديو ده احنا هنكسره. هنتكلم معاكم ان شاء الله عن الجلايكوجينولوسيس، تكسير الجلايكوجين. جلايكوجينولوسيس، جلايكو يعني جلايكوجين، ولايسيس يعني تكسير. يبقى الجلايكوجينولوسيس ببساطه هو عباره عن بريك داون اوف جلايكوجين انتو جلوكوز. طيب بيحصل فين؟ قال لك والله زيه زي الجلايكوجينيزيس، بيحصل في السيتوزول اوف ليفر اند ماسل. طيب ايه هي الامبورتنس اوف جلايكوجينوليسيس؟ قال لك على حسب، هي بتحصل في الماسل ولا بتحصل في الليفر؟ بص يا صاحبي، لما انت بتكون صايم في نهار رمضان بيكون الجلوكوز ليفل عندك واطي، فعشان كده الليفر بتاعك بيبدأ يكسر الجلايكوجين ويجيب منه جلوكوز. هذا الجلوكوز بيروح على البلد، فبالتالي البلد جلوكوز يرفع، فعشان كده الجلايكوجينولوسيس في الليفر مسؤولة عن الحفاظ على مستوى الجلوكوز ثابت في البلد، يعني maintenance of blood glucose level during fasting. بينما لما بتحصل في المصل بيكون هدفها الأساسي الـ ATP الـ energy. فالجلايكوجينولوسيس في المصل بت provide you with energy during muscle contraction or during exercise. تعالوا بقى نتكلم على خطوات الجلايكوجينولوسيس. احنا هنقفل الكاميرا عشان نركز أكتر. الجلايكوجينولوسيس بتكون برعاية إنزيمين، واحد اسمه جلايكوجين فوسفوريليز والتاني اسمه دي برانشينج انزيم. الجلايكوجين فوسفوريليز ده المين انزيم، ده المدير بتاعنا، فعشان كده لو حصل فيه اي نقص بيؤدي المرض بنقول عليه ماك اردل سيندروم او جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 5، وده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الجلايكوجين. الجلايكوجين كان عبارة عن جلوكوز يونيتس، وحدات من الجلوكوز متحدة مع بعض بربطة بنقول عليها ألفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند. كل الروابط في الجلايكوجين بتكون من النوع ألفا 1 و4 جلايكوسيليك بوند، إلا عند نقطة التفرع البرانشينج بوينت اللي هي دي كده، بتكون الرابطة ألفا 1 و6 جلايكوسيليك بوند، عشان بتتكون ما بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 6. ما علينا، احنا هنبدأ نكسر في الجلايكوجين ده. بيبدأ تكسير الجلايكوجين بأخونا ده الجلايكوجين فوسفوريليز، هيروح على الجلوكوزة دي ويديها فوسفاتاية، فتطلع بره جلوكوز 1 فوسفيت، ويروح على الجلوكوزة اللي بعدها ويديها فوسفاتاية فتطلع جلوكوز 1 فوسفيت، ويروح على اللي بعدها ويديها فوسفاتاية فتطلع جلوكوز 1 فوسفيت، وهكذا مع اللي بعدها. بعد كده هيروح على اللي بعدها دي اللي هي باللون الاخضر دي، او معرفش لونه ايه، هيروح على الجلوكوزة دي عشان يديها فوسفاتاية مش هيعرف. ليه؟ عشان الجلايكوجين فوسفوريليز ده ما بيشتغلش الا لو كان البرانش فيه اكتر من 4 جلوكوز يونيت، فهو لما يجي هنا كده هيلاقي البرانش فيه 4 جلوكوز يونيت فمش هيعرف يشتغل، يبقى هو طير الاربع جلوكوز يونيتس دولت على هيئة جلوكوز 1 فوسفيت. بعد كده هيجي انزيم يا شباب اسمه دي برانشينج انزيم. هذا الدي برانشينج انزيم عنده خاصية بنقول عليها ترانسفيريز اكتيفيتي، فيروح بالترانسفيريز اكتيفيتي على الثلاثة جلوكوز دولت ويتن واخدهم ونقلهم تحت جنب اخواتهم، فيتكون المركب ده. المركب ده لسه فاضل الجلوكوز فوق اهي اللي هي ماسكة بربطة الفا 1 و6 جلايكوسيليك بوند. يجي نفس الانزيم اللي اسمه دي برانشينج انزيم، ولكن المرة دي بخاصية اخرى بنقول عليها الفا 1 و6 جلوكوزايديز اكتيفيتي، فتروح على الجلوكوزة دي وتزحلقها بشوية مية فتطلع هنا فري جلوكوز. فعشان كده يسألك سؤال في الام سي كيو ويقول لك مين هو الانزيم اللي بيحرر فري جلوكوز دايركتلي،
فتقول له الالفا 1 و6 جلوكوزايديز اكتيفيتي اوف دي برانشينج انزايم، يبقى هنا دخل H2O وحررنا فري جلوكوز دايركتلي، وده بالالفا 1 و6 جلوكوزايديز اوف دي برانشينج انزايم. بعد كده يا شباب بعد ما طيرنا الجلوكوزة دي هيتكون المركب ده، فيجي اخونا الجلايكوجين فوسفوريليز تاني هيعمل ايه؟ هيضيف فوسفات للجلوكوزة دي فتطلع جلوكوز 1 فوسفات، وهكذا مع اللي بعدها وهكذا مع اللي بعدها لحد ما يبقى فاضل 4 جلوكوز بس، فيجي اخونا الدي برانشينج انزايم، وهكذا لحد ما نكسر الجلايكوجين. طيب انت قلت لي في اول المحاضره ان احنا بنكسر الجلايكوجين لجلوكوز، بس انت هنا كسرته لجلوكوز 1 فوسفيت، هو انت كنت بتضحك عليا ولا ايه؟ لا خالص، الجلوكوز 1 فوسفيت ده هناخد الفوسفاته من الكربون رقم 1 ونمسكها مع الكربون رقم 6 فيتكون جلوكوز 6 فوسفيت. الانزيم اللي عمل الحركه التافهه دي انت عارفه اللي هو الميوتيز. الجلوكوز 6 فوسفيت اللي اتكون ده قدامه طريق من طريقين، يا يخش الليفر يا يخش المصل. طيب خليك معايا كده، الجلوكوز 6 فوسفيت ده لو انت بتكلمني في الليفر فالجلوكوز 6 فوسفيت هيتحول لجلوكوز، وده عن طريق الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم. اما لو انت بتكلمني في المصل فالجلوكوز 6 فوسفيت للاسف مش هيديني جلوكوز. ليه؟ عشان المصل ما فيهاش جلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم، فعشان كده مش هنعرف نحول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز. طيب هنعمل ايه؟ قال لك الجلوكوز 6 فوسفيت ده هنكسره ونجيب منه ATP ويطلع لاكتيك اسيد. طيب كام ATP؟ قال لك 3 ATP ولاكتيك اسيد. طيب ليه 3 ATP؟ هسيبك انت اللي تجاوب، ابقى اكتب لي في التعليقات لو سمحت. ديت يا شباب ببساطة كانت خطوات الجلايكوجينوليسيس، تعالوا نقرأها كده. الجلايكوجين فوسفوريليز انزيم بيشتغل على البرانشات اللي فيها اكتر من 4 جلوكوز يونت. الجلايكوجين فوسفوريليز انزيم بيكسر الرابطه اللي هي الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند عن طريق ان هو بيدي فوسفاتايا للجلوكوز فيطلع جلوكوز 1 فوسفات. لما البرانش كونتين 4 جلوكوز يونت بس، 3 منهم ترانسفيرد بيتنقلوا للنيكست برانش by transferase activity of the branching enzyme، فيتفضل اللاست جلوكوز وديت بتكون ماسكة بألفا 1 و6 جلايكوسيديك بوند. آخر جلوكوزة دي اللي هي ماسكة بألفا 1 و6 جلايكوسيديك بوند هيجي الألفا 1 و6 جلوكوزايديز activity of the branching enzyme يطيرها، فلما يطيرها هي release free glucose directly، ودي قلنا عليها MCQ، ده الانزيم اللي بيحرر فري جلوكوز دايركتلي اللي هو الفا 1 و6 جلوكوزايديز اكتيفيتي اوف دي برانشينج انزيم. بعد كده الجلوكوز 1 فوسفيت اللي طلع هنحوله لجلوكوز 6 فوسفيت بالانزيم ده. الجلوكوز 6 فوسفيت في الليفر هيتحول الى جلوكوز عن طريق الجلوكوز 6 فوسفاتيز، بينما في المصل مفيش جلوكوز 6 فوسفاتيز، فالجلوكوز 6 فوسفيت هيديني انرجي 3 ATP ولاكتيت. ليه 3 ATP؟ ابقى اكتب لي في التعليقات لو سمحت. NB ملحوظة، الدي برانشنج انزيم عبارة عن باي فانكشنال انزيم، ودي MCQ. يعني ايه باي فانكشنال؟ يعني شغال شغلانتين بالظبط،
هو ليه ترانسفيريز اكتيفيتي والفا 1 و6 جلوكوزايديز اكتيفيتي، عشان كده هو باي فانكشنال انزيم. الفا 1 و6 جلوكوزايديز اكتيفيتي اوف دي برانشنج انزيم ريليز جلوكوز دايركتلي، ودي ام سي كيو. دي يا شباب كانت محاضره الجلايكوجينوليسيس. احنا الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الريجوليشن اوف جلايكوجينيسيس والريجوليشن اوف جلايكوجينوليسيس، وناخد معاهم الجلايكوجين ستورج ديزيز. يا رب تكونوا استفدتم المحاضره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.